السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. لا سوري سامحوني، مساكم الله بالخير. أكيد توري ناش قبل ساعة، تقريبا ساعة، لا ساعة قاصر زايد شوية، ونشيت بخير وسهالة. شوف، ما حد يسير دبي ويمسي فيها ويتكشف ويسير ويجي اللي يصبح يدج بقدرة غادر، وبالأخص إن صرت شيء من إنجازات إعمار، شيء من إنجازات إعمار وإبداعات إعمار مثل دبي مول. ترد الدج بيديك وريولك، تنطح لي بال، تغدي عفريت من عفاريت سليمان من داوود، أي شيء فيه دبي تغدي بخير. إماراتنا كلها طيبة، بلادنا كلها زينة، مكان شيء من البقع والعياذ بالله، وين ما تدز بويهك تلقطها على ما قالوا هالكويت، سودة مصخمة. نحن اللهم لك الحمد على مثل بعد ما قالوا هالكويت، وين ما تسير تلقط الدنيا كلها تساهيل، تلقط الدنيا كلها فرح وأناسة وطرب، والدنيا تنغش الأسواق، تنغش تحرها نفتت دبيان، تحرى الأسواق نفتت دبيان من الخلوق، اللي يشتري واللي يبيع واللي يتفرج واللي يطمش واللي يسلم واللي يصور واللي ياكل واللي يشرب واللي يرد السلام واللي يرد التحية واللي يعد القصيد واللي يعد الونة واللي يعد الرسحة، أمور، واللي يسيع واللي يغني، دلع يا بوش. المرأة سيارة يا تنى، هي مال مشروع ذبيحتي. حفيظ خلي يصير منك، جدا المطبخ تحيدون اللي طلبنا منه البارحة، تطبيق ذبيحتي هادو. اي سير المطبخ، سار واحتار يا الحين غايته، هذا السكشن مسوينه اول ما سكنت البيت، جبت شركة خدمته فنان قوي، بغيت اسوي البيت كله من داخل، لكن بهاك الحكي قلت له ابوي حدودي سوي بس الكورنر هذا فوق حقي، ما في يعني ابو لو بسوي المكان كله بيطلع بلك كتومان. خاضع لرقابة بلدية مدينة ابو ظبي، هذا المكان اللي طلبنا اقول لكم منه البارحة، تطبيق ذبيحتي. تطلب ابوي يقول لك سامعانك لين مكانك. وعلى فكرة ترى أسعارهم وافدة، وأشارات يمكن مئات اللي كلموني وقالوا أبوي نحن من زمان نستعمل، أنت توك أبوي مبرج وتوك تسمع بالتطبيق هذا، التطبيق هذا نحن من بولنا نعامله، نحن من هالكثر وقت عشرات يعني يمكن أميات اللي كلموني. والله سيارة مبردة مثلجة ودنيا وعلم وخبر، باجي بنراويكم طريقة تغليفهم، بنرويكم لحمهم. كيف الحال؟ الحمد لله زين. يا سلام، والبنت حامل من العام، يا سلام، والبنت حامل من العام. يمين. السلام عليكم. مبسوط؟ هابي؟ سلري؟ جود؟ شكرا، عفوا. معازي بهم استرشوا له المعاش، فرحان لجل العيد حليلة. مشكورين يا معازيب يمين، أبشركم إنه ورور غدا فلته 7 شهور جاينا ما يعرف يغسل وجهه، والحين ما شاء الله تبارك الرحمن كل خدمة يعرفها. يلا أبوي، يلا، وين سامان؟ يا تمر نام حسين أحمد، ما شاء الله عليك يا حسين. ها سامان نحن كم ذبيحة؟ 3 ذبيحة. هذا حقي أنا، وهذا حق منو؟ هذا مرة ثانية قبل بعد. يلا جيب سامان نحن. هالطريقتي الطلبية، رقم التليفون والفاكس وزيارة الموقع والعنوان ورقم الفاتورة والتاريخ صاحب الطلب ورقم تليفونه والكمية والضريبة وما أدري كل هذا.
أكل عليهم هم عادة هم يتعبلوا أبوي الحين كلهم من أول شيء. يلا بطل كامل 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 اللي بقرطس زاهد طريقة تغليفه. أنا طلبت اللحم على المفصل، أنا طلبت اللحم على المفصل، راس روحه هي هاي المعاليج روحهم. شف على ما تشوفون لحم نظيف رقم واحد. بطل بطل هذا بطل افتح أوبر حفير يبغى انت حفير يبغى انت اربع خمسة ستة ها هذا بيحه كامل حينه. أيوة. بطل كامل عيال بطل كامل. لا 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 عود وما بها في مشيره بها بيضه ورشو. الثلج والثلج في الكولر هذه تي يحطون فوقها فوق هالذبيحه وتحتها فوق الذبيحه وتحتها. يلا عاد جلدي خلاص انقفض قماش تفرش اللحم اخير كان في شيء ابيض عن بياض الويف وهو لحم بشحمه الشحم دوخ اللحم من السمن هذا هو اللحم. نحن طلبيتنا هاي بين شهرين وأربعة مرها. كم وزن هذا؟ 9 كيلو لحم. تسعة كيلو ياك الحمد لله بعد ها 9 كيلو. كم فلوس هذا بيحة؟ 918 تسعمية؟ 18 مع زريبة كلش كله كامل. أي كله كامل 900 820 820 هالفاتورة مكتوب هنا كلها حساب. إيه. كلهن كلهن يعني يسوي كم كامل حساب من أمس نحن حسبنا 2250 ثلاث ذبايح واحد ذبيحة كم يستوي 820 تطلع الذبيحة ب 820 لكن الحمة عليها رضوان من الله الحمة عليها رضوان من الله شيء فوق عن الزين زين فوق عن الزين زين الحمى عربية رقم واحد شوف أضلعات تبارك الرحمن وشوف طلع الباجات تحمى كل ما تشوفه قرطس وزاهد فوقه ثلج وتحت ثلج هذا الثلج فوقه باجي ثلج تحت افتح هذا على ما تشوفه صبر يا الله منك هذا الثلج أبوي معالي والله راعي المشروع هذا اسمي لزقرتي وفنان اي والله ترى ما يسوي هالنمون الا انسان فنان لضاري على الخدمه فنان والشغل المرتب هالنمون اللي خلي شغله شغلهم بذمه شوف الله عليك شوف الحمى ما زينه تبارك الرحمن ما شاء الله شو اسمك؟ حسين احمد مشكور يا ولد احمد ثانك يو فيري ماتش باب مالك احمد عبد الرحمن يا فادي اي زين سلم على ارباب مالك قول له بابا خالد يقول لك شكرا ابو محمد يقول لك شكرا ما شاء الله ما شاء الله ذبايحهم وافيه ودقه في التوصيل تيمهم على ما قالوا بين وحده ووحده ونص قطع شحومهن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رقم واحد الذبائح وسعرهم فيهم ذبيحه 800 750 ترى ما بوايد 750 ما بوايد على الذبيحة العربية انت ما بيايب شيء من شرق ومغرب ذبحهم عربي رقم واحد وبياض الوجه شو اسمه قلت لي حسين مشكور يا حسين بارك الله فيك شكرا كل اللي طرشوا لي يقولوا لي في التطبيق ذبيحتي رقمك اللي ظاهر
شكرا جزيلا انكم كنتوا تحاتوني، بارك الله فيكم. لكن هذا ابوي ما برقمي، هذا رقم تليفون مدير اعمالي الخبير، خبير السناب شات، المهندس منهب ابراهيم، هذا اللي ظاهر كل خمسات، هذا موجود حتى على حسابي في الانستغرام. يعني الرقم مش خاص، هذا رقم ابوي انترناشونال، تعرفه ابوي، حتى الجن اللي تحت الارض تعرفه. ملادو اسم الغنية، ملاقو، ملادو، ملادو فرنسية، من أروع وأجمل هي. وأحلى الأغاني الفرنسية. إذا شو يقولون حينه؟ ها؟ شو يقولون؟ تقول ومضى حبي غامض حتى الآن. هي. لأن هي القصة. هي. وخلاف زين. وراح اسمع عندك قال يكمل. هي ومضى لأن هي متشبثة. هي في حبيبها. هي متشبثة. هي في حبيبها. زين. حبيبها. هي خانها. شوف أنت. هي فعاد. قرب اللاته. إيه وين أنت؟ شو أخبار؟ تعالي جاي. اليوم نيو كلر أو ذا سيم؟ ها عليكم. شكرا الله تلوي. اي دوارك وير ار يو؟ واي يو ار رانينج ذير؟ اي محنايا. السلام عليكم. هاو ار يو؟ جود. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ها السلام عليكم. قبل لي شو اخبارك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي يوم يقول الفرق بين الحمة العيل والحمة الخروف، فرق السمع على الأرض. الحمة العيل تفوية طبوية، ترى ما يركس في جذر الهريس إلا الحمة العيل. الحمة العيل هي اللي تخلي الهريسة تتقاود وتتمايل وتغدي لها متعة في اللثم، تغدي متعة تحت الضرس، تحت الضرس تغدي متعة للحمة العيل، تغدي متعة تحت الضرس. فلذلك تلقط الحمة العيل في الاستيكات أغلاهن، وفي المطاعم أغلاهن، في جودة اللحم أغلاهن، وفي كل شيء أغلاهن. وأغلى المطاعم هي اللي تستعمل الحمة العيل. أضرب أضرب ميل ميل من هالشدة. أضرب وصل الضربة لهني. أضرب أضرب. يارك الله ياركم الله ياركم الله. عاشوا 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 الشباب عاشوا. ايوه ما حد والله لهذاك. ها هرقل الروم ما شاء الله عليه. اضرب بارك الله فيك. يلا تحت تحت فوق فوق تحت الحين تحت فوق ما بنت هذا. يلا يلا تحت فوق. ايوه ايوه هاليلاد لازم تنيلد الهريسه بين كل 10 دقائق ضرب ضربوها يلدوها الهريسه. حسب شو كان شيء تحت حبه مضروبة ولا شياته، ولأن قالوا بها فوق رفعوها انهضوها كان هتسيرة اللحمة يزمة ولا شياته تنتهض فوق تعتين ويا الحب. يلا اضرب 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 ما تضرب اضرب ما تضرب اضرب ما تضرب اضرب ما تضرب اضرب ما تضرب. دواركا دواركا دواك انت تضربين الحين هريس. الأول حرمة كلش يضرب هريس. يعرفون ما تعرفين؟ ايه تعال ها سوي تراي. تعالي تعالي يلا كلك يلا 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 ماشي. لا 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 تهات ما عاش تقبضين ما بهارد عيال رب الله. عشان البنات عشان دوار كم الحنايا دوار كم الحن. أيوة 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 عيال قومي يا خميس طبخي. ما شاء الله عليه. يلا عاد بس يلا خلا يلا خلا يلا يلا قومي يا خميس. ياس عاشت عاشت ابن الحناية عاشت دواركا. ايوه ايه هذا هو هذا الشغله الاصليه الاوليه من استوت الدنيا ابويا. هذا هاي القماشه واي ايه. طلعنا الله يحفظكم. من وين؟ من المطابخ. جينا الحين قسم الزراعه.
فأنا شوف يوم أقول لكم هيومك أسد، شوفوا فوايدة في خلال، في خلال ما طاف أسبوع تبارك الرحمن، شوفوا ورقة الهنباة، ها إذراع، إذراع تغدي ورقة الهنباة، شوف ورقة الهنباة، هذا ما قبل هيومك أسد، هذا ما قبل هيومك أسد، هذا ما بعد هيومك أسد. عرفتوا ليش أنا أصر أنكم أنتوا تستعملون للأشياء الزينة لزراعتكم لجل هالناتج تبارك الرحمن ما شاء الله، هذا اللي هيومك أسد وفعايله في خلال أسبوع تعطيك النتيجة، يعطيك النتيجة في خلال أسبوع، ما بيعطيك بعد شهور، لا هذا سريع المفعول، سريع مفعول بسرعة تستفيد من التربة. شو ايش قاعد تخلي التربة؟ شرات الطمي، هذا العود يشل 20 بالدي، لكل بالدي خاشوقة واحدة من هذا من الهيومك أسد، وهذا هو الهيومك أسد اللي نحن نستعمله اللي يبي يسوي عليه كابتشر، هذا هو الهيومك أسد اللي نحن نرمس عليه ونقولكم مفعوله مفعول السحر، هذا يفتت الأملاح ويبعد ويخوز الكلس والتكلس ويخلي الشيرة عروقها نظيفة كأنها شرات البردي. تغدي يلا، هاي كم بالدي يشيل؟ 20 خاشوقة. شيء نوعين طريقتين تستعمله، طريقة واحدة الذر دور ما دار للشيارة وتنثره وترضم الأرض، والنوع الثاني الطريقة الثانية الأسهل تحط لك 20 خاشوقة داخل درام، وكل حق 20 شيارة كل ترد حينه وتحوثه. أنا بخبركم الدرام تزر لين عينه، بنرويك شو قال لوني غدي، شو قال لون؟ لون قرمزي، شرات تحرك كأنك حار دبس. ها يبال عبال وايد، بس هو دقيقة واحدة يتحلل، دقيقة واحدة يتحلل. الحين هذا 20 بالدي، ها؟ نعم. ها 20 بالدي حق 20 شيارة، بس خلاص بند. عاد بسرعة بسرعة. حرب تسيين عصير رمان. عبارة عصير رمان في كاسة شفا قلبي من العلة. أيوة دور ما داير لشيارة، يستحسن كل شهر مرة أو كل 20 يوم مرة، ها. كل شيارة بالدي بس خلاص، بكره لا ورا بكره رضمه والارض وسقى والسقايل عادي خلاص. يلا وانت سايق 20 شجر الحين تسوي، بارك الله فيك. تقريبا الكيلو يسد حق هذا 20 و20، اي تقريبا 50 شيره، 50 شيره ظني يسد 50 أو 60 شيره، كان هذا الشيره عود ولا صغير بهالطريقه، يا انك انت ترضمه الذرة تحت الشيارة وترضمه رضام وتسجي عليه، أو أنك تخلطه بهالطريقة. هاي الطريقة متعبة نعم، لكنها هي الأحسن، هي الطريقة هذه هي الأحسن والأخير للاستعمال، هي الطريقة الأحسن والأخير والأجود وفعالية أكثر. تغدي خلاص يوم بيعديك شو حين تغدي الأرض حمرة تحت، يوم بيعديك نهار ثاني أو نفس اليوم وقت سقاي الماء ترضم الأرض، ترضمها وتسقي أو بغيت تسقي سيدة على هواك، المهم رضام الأرض، فائدة الرضام فقط للتهوية وتفتيته، وهذا مفعول لهيومك أسد، لهيومك أسد مفعول السحر، يخلي الأرض أي مركبات أو أي فوائد أنت تحطها فيتامينات للشيرة تستفيد من هالشيرة. الأول ما تستفيد من هالشيرة، شو السبب؟ لأن عليها تكلس أملاح وفطريات على العروق، فما الشيرة ما تتنسخ ولا تستفيد شيء من الهيومك أسد. هذا القصة، هذه أمها وهذا أبوها، الهنباة من الهنبة الكولومبي، وزارعينها من متى وازمت متقرقمة دهر، توها بادي تتنعوش توها الحين، من يوم ياها الهيومك أسد، من ياها الهيومك أسد
والحمد لله رب العالمين امورها طيبه. الحين اي شيء مركب بتروم تحطها شو مفعوله ما شاء الله في مكاسد يزهر باللي ما تبى تزهر. قصب زور تبى ولا ما تبى بتزهر بتخلي بخير وسهاله بتغل الورق بتغل الثمر. لكن الحمد لله يزاه الله خير. البيرق حمد الله يحفظه ما قصر لو ما بهوه كان احنا بوي توهقنا وربعنا واللي تابعونا مشاهدينا بعد توهقوا. الله يرحم والديه في ميزان حسناته ان شاء الله. قالوا لي العرب عنبو انت اللي هذا عاطنك وهذا جايبلك وهذا مودلك وهذا لا لا بعد ازيدكم بتشعر بيت اللي ناسي ابوي الفيفاي هذا من وين؟ هذا ابوي من فريج التيار من عند علي بن غانم بن حمود. علي بن غانم بن حمود يده ليباني المسيد ليباني له المسيد باسمه المسيد اللي في مدينه زايد اللي خبرتكم عنه من كم يوم وانا مصلي عندهم في بالصدفه صلي في ياك المسيد. الفيفاي هذا من عند من عنده هو من عند حفيد علي بن غانم. اي والمسيد هاك مسوين حيات علي بن غانم بن حمود الظاهري. وهذا علي مسمينه على على يده على يده. لكن يقولون هذاك كريم هذاك يقولون كريم يعني اهل الجنه. ان شاء الله انا هذا بعد يشابه هذاك استغفر الله اسوي سوالف. انا لازم عاده يا الله لما اسوي شي حركات ولا هبنه. ثالثة يرش رش نفس هالدرام هذا ترتب فيه الماكينة هذه وتشغل ابوي المشبل وترش. لكن ما بالحينه هذاك الرش وقت الشتاء مثل ما ترش المبيد الحشري والمبيد الفطري ترش على الشير ترش هذا المركب ترش رش. لكن يكون العنصر بوتاسيوم فيه شي غدي يخلي الشيرة ينينونها ايها تعانق عنان السماء. نعم ان شاء الله اليوم بعد صلاه التراويح خلاص اشتغل ما يخلي ترمس من ثمك ولا من يديك انا رمسك ما خصك فيا شامبيه. اليوم ان شاء الله صلي التراويح خلاص كمل كامل زراعه باجي زين ان شاء الله بارك الله فيك. اي شامبيه كيف الدنيا العودي يباله عنايه ويباله تربيه ويباله مقابل. ترى الحلال عديل الروح الحلال عديل الروح ما يستوي انك انت عقلها وتوكل. قالوا عقلها وتوكل ما اهملها وتوكل. شوف ما شاء الله هذه درز العود الحين هاي لوميه المانيه لوميها طولاني شي على طول الشفي بيضوي. شفت تحيدون بيض بو محتين شراته اشبه ثمرته بيض بو محتين. وان شاء الله اني بصور لكم اياها ان شاء الله يوم خلاف يوم بتصير بتغدي بتثمر. الحين بادي توها زهرت الحين وعقد هو لكن بعده هاي ثمرها هاي ثمرتها طولانية تغدي هذه طولانية خير. غلطان هي تعطي حتى لو يستوي غلط تعطي الوحدة الشيرة مرتين ترى ما يضر. يعني هذا مش انه شيء مركبات حاميه ولا شيء ضر ولا شياته. هذا شيء فيه فيتامينات مركبات وفوائد عناصر تفيد الزراعه. هذا حين ينقي الارض من تحت الارض اي ارض فيها صبخه فيها املاح تشوف الشير هذا دواء رئيسي الاملاح. شوف هذا من الاملاح هذه تشوفونها هذا كله من الاملاح. يوم تزيد الاملاح ان هذا اللي حرق هالشيار ما بحركتنها الشمس لا حركتنها بوية الملوحه من تطغي هالنمونه. سبحان الله كل شيء ولا شيء اللهم لك الحمد. العلم نور جزاهم الله خير هاللي علمونا هالشيء كانوا ذكور او اناث. لا تشوفون هالهمبه هي جايبينها اللي هي القيواني العام وتام مكانك سر ولا احتركت ولا زادت لا ورقه ولا قصرت ورقه ولا زادت ورقه ولا نقصت ورقه. يوم عداها حين من عقب الهيوم كاسد في خلال 10 ايام تبارك الرحمن ما شاء الله. ها شوفوا هلا الورق تبارك الرحمن ما شاء الله ما يبالك كلام. لا تحسب انت بالجلبي شيء شرق وشيء غرب. ما يصير 1 2 3 تسوي حساب بلوش بلوش ياك دو سايف شار بانت شاش هاب هاش نو دا يا
19 في واحد ناقص. واحد ناقص ليه؟ ممكن هذا بالدي غير. بعد بالدي غير، بالدي مغشوش. بدل ممكن عندك كلب. ها؟ ممكن هذا بالدي. هي. عندك كلب سيمسيم هذا وهذا. عندي ما شيء مشكلة، ما شيء مشكلة. الحين أنت سوي حساب الحين. 20 20 خاشوقة. 20 بالدي. القياس نحن كل خاشوقة أكل مال طعام بالدي، كل خاشوقة طعام بالدي. بس ما يبالسر ولا يبالتعال. يعتبر لهيومك أسد من الأحماض العضوية الغير ضارة والنافعة للغاية. الحين بنزلكم بوست كامل شو فوائده وشو مصدره وشو الناس تستفيد منه وشو علمه وشو خبره كامل من أول بادي لين آخر شيء. شيء وايد ضروري، وايد ضروري فوق ما تتخيلون. الزراعة بتنجلب فوق تحت 180 درجة بتختلف زراعتكم إن شاء الله إذا الله جعله. أنا الشركة هاي أبو الأب مالتي ولا أب مالت أبوي ولا أعرف منو يصنع أصلا هالدواء. أنا أخذته ويربته من عقب ما جربته العرب من كم من سنة والناس استعمله. شوفهم في مزارعهم، المزارع تغني يا ليل تغني يا ليل تغني يا ليل، نفس الأرض ونفس التربة ونفس الجو ونفس الطبيعة. يا غير مزارعهم تغني يا ليل وبيوتهم تغني يا ليل. حتى أني أنا ترني الأول كنت أنا أستعمل أصلاً لكن بطريقة خاطئة. حريتي يحطونه مرة تلف الزمن ودي. تبى غل ورق وتبى ثمر وتبى شير قوي ومقاوم للأمراض ومقاوم للتقلبات الجو والطبيعة، فاستعمل هذا المركب لهيومك أسد. عاد بتحطه ويا بوتاسيوم، بتحطه ويا عزرايين، بتحطه ويا اللي تحط على هواء كان ما يخسري. أنا رمسكم عن لهيومك أسد اللي كامل. أنا أحط وياه النوع اللي اخترته في مادة مخلوطة وياه اللي صورته لكم قبل شوية. هذا تخلي لهيومك أسد الأرض الشيرة بسرعة تمتصه وتحصل الفائدة منه. هاي حصاتي، حصات الخراريف. بتينا سلم عليك. اهلين، ايكم ولا بتوني؟ عليلهم عليكم. هلا بالبنت بحبك. بسم الله عليك الرحمة. يلا بنتي بعد نزلي راسك، نزلي راسك. يلا بنتي بعد. يلا شو اساميكم؟ وحده وحده. انتي اول بالي شو اسمك؟ فاطمة. وانتي؟ مريم. وانتي؟ ميرا. والله مليون والنعم، مليون والنعم لبنيات الغاويات. تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين. الله يحفظكن ويبارك فيكن، يطرح البركة في من رباكن. قول شكرا. شكرا. مع السلامة. زين صبري صبري، تعالي 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 بكلمكن. قولي يا الله يا رب. يا الله يا رب. اتعافي. اتعافي. المهندسة. مهندسة. حصل خالدي. حصل خالدي. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وتعافي كل مسلم. تعافي كل مسلم. يلا مع السلامة حبيبتي. هذا الريال ما شاء الله عليك. سلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يطول عمرك ويبارك فيك. عمرك. هذا الريال ما شاء الله عليه يوميا أشوفه مجتهد وعلى الله يحفظك. أنت رقم واحد. الله يبارك فيك. الله يحفظك. هذا من بعد ما عندك أخي. الله يبارك فيك، يحفظك إن شاء الله. ما شاء الله عليه صورة يومية كل يوم يربع. شو نسوي يا اخي؟ ترى حنموت. لا ما بتموت ما دامك ابوي تربع. ما شايف صحه ما منها فايده. ليش صحه زايده؟ ما هاي ما بصحه، هاي خراب بيوت وخراب بيوت. يلا تفضلي. انا يوميا اشوفه فقير، يوميا يوميا يوميا. ويزانك ما يروم يتنسخ لك الشحوم مسكر ابوي على يرعوب تلين فوق. ما سمعت انت؟ والله رقم واحد يا علم نيابه الجنه. الله ييسر امورك. يحافظ على جماهيري، جماهيري روح فنانين. انا ها رقم واحد قالت. حد من العرب اشكى من المطلقه، اشكى من المطلقه. ودوم ساعه تظهر تلقط لك في ميلس ولا شبه ميلس ولا مرمس، قال لك والله ما شيء فلوس ما شيء شغل.
ما شيء شغل او ما شيء فلوس، هاي انا اسميها علثه منو؟ علثه الناس الهيزه اللي تبى كل حد يعطيها، تبى مصدر دخلها من عند او بدايه شخص معين، من عند ام او ابو او اخت او اخو او بنك. في طرق وايده انك انت تقدر تغدي بخير وسهر وتحسن وضعك وانت جالس في بيتك. هذا اللي دوم يرمس هالرمسه، ما شيء فلوس، ما شيء بيزات، ما شيء شغل، هذا ابوي ما يبى، ما بمتفيق. متفيج حق المغازل، متفيج حق التليفونات، متفيج حق الرسائل والمسجات والتصوير، هذا هو فاقته كلها لجل هالموضوع، لانه هو ما بمتفيج، ما بفاضي، ما عنده وقت فراغ يقدر يشتغل فيه. اي وقت عنده فراغ كرس فراغه كله للانترنت، للسناب شات وللواتساب، ودخل المواقع وشرق وغرب، وبرمس هذه براسل هذه، بياخذ بيقرا المسج من هذا، بيطالع الفيديو هذا، خطف الوقت. اليوم في 24 ساعه، 8 ساعات رقاد، 6 ساعات دوام، متى الوقت اللي بيفكر فيه؟ الوقت اللي بيحصل فيه فرصه 4 ساعات ولا 5 ساعات بين صلاه واكل وشرب، صفها على 3 ساعات. الثلاث ساعات هاي ابوي هدا يبي يغازل، ابوي ما بمتفيد، يدور رزق من وين يا عارف. وايدين يصير الحلاق ويتفيزر ساعتين، ويصير عند السيارة ودق المدواخ، دق المهباش يا حميد، نار الدلات شعالة، هي دق المدواخ ويجلس يضرب كيف. عقب أبوي نسف السفرة وتعدل وتزير وقبض التليفون، هذا أبوي عندك وقت له، عندك وقت لهذا، أنك تدور حق عمرك مهر ولا شغلة ولا مصدر رزق تدخل فيه شيء يزيد على دخلك. وايد هالأفكار. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحكومة ما بمقصرة، والشعب الحمد لله متكاتف، والبيوت كلها أسرة وحدة. وين ما بتغدي بويشارات الموزة، بالأخص الشاب الإماراتي أو الشاب الإماراتي، موزة بيساجيتين، وين ما ماله ترتوت، موزة بيساجيتين، وين ما ماله ترتوت. دخلت الدائرة الاقتصادية، دخلت الدائرة الاقتصادية، بتلقط أبوية رخصة وحدة تقدر تحط عليها مادي 1300 وشيء منتج بأسعار رمزية، تقدر تنتج وتبيع وتشتري من داخل بيتك، ما بلا لا تحط دكان ولا تحط حفيز ولا تدفع أجار، لا كهرباء لا ماء، لا همك الله، لا عندك، لا إليك، لا كلمة عوية ولا مستظلة. أنت مجرد ما تفكر أنك أنت تبتدي في أول خطوة، لك 600 آدمي بيساعدك. ترى التليفون بيخلينا نرمس نحن، رب الله. شو بقولكم؟ الإجابة طالبات مدارس، طلاب مدارس، مجتهدين، حريم كبار، حريم يدات السكن معبرات الدهر، وشلكم يجيبوا لي مشاريع البيت، يدخل ندخل شركات كبيرة ما تدخله، وبنوا وعدلوا حالهم وعرسوا في خلال هالثلاث لاربع سنين من وراء الإعلانات ومن وراء المنتجات اللي ينتجنها. هذا يا من عبث، ما يا من عبث، سارن وقدم على رخصة والله رزقهن وسوّن المنتجهن سرسيدة، سوّن أبوي المنتجهن ترخيص وتداول ونعرف، وسوّن أبوي ماركات وباعن واشترن في الأكل والشرب والريح والوعيان والخياط والثياب، في كل شغلة تعد وتذكر في الدنيا العودة اشتغلن واشتغلوا شباب. راعية الشيل الوقاية البنية جايبة هاي الفكرة من وين؟ من ماليزيا. فكرة تدخل في الانترنت، او كانت حد يتعالج هناك ولا حد يدرس، ويابت الفكره، فكره طبع الهالي صالج لفصوص على الشيل، يابت الفكره وطرشت لنا وصورناها، وقفت الكميه اللي عندها كلها في لحظات، والحمد لله امورها طيب وبخير وسهاله. اليوم شو داقه تليفون مطرش مسج حق الخبير، والحق ابو محمد ان الاعلان اللي قبل صارت الكميه كلها عني، دخيلكم نزلوا لي اعلان ثاني وقولوا لهم انه الكميه حاليا متوفره، لو يبن مليون شيله. وش لكم؟ انها الحمد لله غلت امورها طيبه، والسبه شو؟ السبه عقلها وتوكل. السبه انها بدت في المشوار، حطت اول خطوه،
ورب العالمين يسر أمورها. إنما أنت أو أنت فكرة بسيطة، الفكرة بسيطة، يعني من الإنسان من يعزم رب العالمين يسر أمورك، رب العالمين يسخر لك الأرض من عليها. أنت حط فكرة ولا تغري اتكالي على زيد ولا على عبيد فلان وعلان، لا لا تتفكل على أخوك ولا أمك ولا أبوك، حط اجتهادك ورب العالمين بيسر أمورك مدام نيك صافية. بنية يالسة في نصف ريجها في نص أهلها عند في حجيرة، تمسك الانترنت، تمسك الانترنت، تفتح تتصفح الصفحات، تشوف طريقة لكسب الرزق وتنجح وتكافح وتشتغل، وغيرها ميلس أبوي في البيت في يتريى من هذا ربي ومن هذا عشر. هذا كلام مش زين، عيب. الرجال اللي في خير أو الحرمة بنت العرب ما تغدي طلابة ولا شحاتة، لا، تعتمد أول بادي على الله سبحانه وتعالى، وتبتدي في انها تبحث على عمرها والزوجها والخته واخوها دخل اضافي بطريقه الاجتهاد، مش بطريقه الشحته. الشحته والطلبه عمرها الطلبه ما صفدت كار، والطلبه عيب، عيب على الرجال وعيب على البنيه انها تطلب منقود ما بعدل. الحكومه ما بمقصره، عاطت النبوي كل شيء، الوزارات فاتحه ثاميتها، الدوائر فاتحه ثاميتها، التراخيص اللي تبونها. الاول قالوا والله ما نروم لان ابوي يبى راس مال ويبى اجار دكان ويبى تامين ويبى خلو، الحين كل هذا ما يبى خلو، كل عقوا عنكم. وبعدهم ابوي حد من العرب يتشكى ويصيح بالمالحه، يصيح بالمالحه، ردود الافعال وايده اللي تيحينه، يقولوا والله نحن علينا ديون، كيف نبتدي؟ ابتد لو بالبسيط. ابنيات شباب بعمر الورد ابتدوا بكفرات موبايلات، كفر مال موبايل، ابتدوا سووا كفرات مال موبايلات وباعوا اول شيء بادي 10 بفوائده، سووا 20 بفوائده، سووا 40 و60 و100 و1000 و2000، وحين ما شاء الله من اشطر الشباب ومن اشطر البنات. والسب شو؟ كفر موبايل. البدايه يوم بتبتدي رب العالمين بييسر الامور. الورق هاي اللي يلفوه به الهدايا، الورق هاي القرطاس اللي مكتب عليه ورود وما ادري شو، يحطون عليه يرشون عليه ما تقايل، شاب هو مع اخته ابتدوا، سويت لهم الاعلان قبل سنتين. الحين عندهم من كبريات، ما اقدر اطري اساميهم، عندهم تبارك الرحمن من كبريات شركه لف الهدايا والتغليف، من الكبريات يابا ومصممين من الفلبين ومن تايلاند ومن ما ادري وين، وحين شركتهم من احسن الشركات، وهم اول ما بدوا مشروعهم حتى 7000 درهم راس مال ما احتاجوا. شو تتوقعون انتم؟ يوم مشروع جيد ودراسه مسبقه للمشروع وصلاه ونظافه ونيه سليمه، رب العالمين بيسر الامور. الانسان اللي ما يصلي لا يليج في عقلك ان الله بيوفقك ولا بيسر امورك مدام قاطع صلتك بربك. انسى الموضوع، نويت على الخير، نويت الخير وحطيت الخير نصب عينك وحطيت اتكالك على الله سبحانه وتعالى، ما يعلم الا في خاطرك الا الله سبحانه، هو الواحد الاحد اللي يدري شو في ضامرك وانت شو ناوي تسوي. فلذلك الله بيسر امورك، هي ما بالله رمسه، لا، النية يوم انت بتنوي رب العالمين بيسر الامر. انا اقدم مساعدات وانا اساعد وانا اعطي وانا ابني وانا اوكي، تسوي هذا الشيء مراءة خقه، اذا انك تسوي خقه ما يحتاج ترمس انت ولا يحتاج تقول، الله سبحانه وتعالى ان تيسرت امورك روحك عرف ان رب العالمين قبل الشيء هذا، وما تيسرت الامور عرف ان الله ما يقبل هالشيء، لأنك تعلم نو تجذب على الله سبحانه وتعالى، على الله ما شيء غبي على الله سبحانه وتعالى، تروم تغبي على زيد وعبيد غبيت عليك، على الله ما شيء غبي. هذا وصف يتوصفوا به العرب كلها، وأنا ترى وصلت البيت بسعد عليك يلا الحين سبوح وإلى اللقاء. عصيري المفضل يوميا جلاس تمر هندي اللي هو صبار، وجلاس كركديه عادي يحطون شوي ونت صنوبر عليه في وجهه، فنان. وعلى فكرة الصبار ترى شوي يلين البطن، شو يا أبوكم يخليك تنقز على كراع، هذا الصبار
يوميا قلاص هذا وقلاص هذا، هذا عقب الفطور مباشرة وهذا عقب الفطور آخر شيء عادة، هذا عقب الصلاة وهذا عقب ما خلص مرة الفطور آخر شيء. Thank you girl. مرحبا مرحبا اخي هذا صلاح لسه كيف وجه البرق اخ عليك. شوف شوف اذا سوى هالنمو حركات مره ثانيه ودره وسر بلادك ويجيب انا ما بكذاب ود صايف شو اسمك هذا اسد ودره وسر بلادك وبنجيب له ابوي دريول ملباري. السلام عليكم. عليكم سوري بغلط شويه اخ عليك صلاح. سلام عليكم. وين لا شيء حبة تبت تتكو بشم ما بحيا زين حبيب تبك يا الحين دقيقة ما أخذت حبيبي دقيقة أنا أجيب ماما الحين يجي تيس لا خدية تبوي تبك يا ما بيجي عند خدية لا بوي لا بحيا يبوح وثاني مرة لا تيجي بعدنا ما نحب ما نباه خلاص. أنا أبوي متبري منك مثل ما تبرى الليل من النهار. بري 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 أبوي مثل ما تبرى الليل من النهار ونحن لا نباك لا من باب ولا من سبعة صادج هنهن هايلاك وأنا استويت عدو حينة غديت يا الحب وحشي أخ عليك يا صلاح من ورمس أنا رمس الجني أنا رمس الجني مو حنا قبل ما خلص شاي يجي ها لا لا بدي بس سيارة موجود ما يسكر خلص بتروح سيدة إيه ما في وقت سوي أربع ملانا الحين نروح سوي الجماعة بتصير تصلي بالجماعة خلاص إيه بتصلي بالجماعة الحين أنت إمام سوي فيديو ما سوي تليفون هذا شارجة خالي إيه خبر أنت صلي ويقول لا أنا أقول أنا أروح سوي صلي أنت تشرب الليل مرة تليفون خلي اليوم صلاح صبر صبر اليوم صايم أنت ولا فاطر لا لا قول يا جماعة أنا أكلمك الحين صايم ولا فاطر لا صايم لا لا صايم ولا فاطر أيوه خلي ولي هذا خلي ولي زي صبر صايم ولا فاطر اليوم صايم صوم ما أكل شيء غدا منو متغدي هلاك اليوم الظهر ما حد تغدى شيء ما أكل شوي شوي عيش هذا إيه عيش هريس هريس وعيش الظهر ماشي شو كلت عيال ما يجي هريس ما يجي ليش ما يجي نسيت ما يجي أنت ما في سلام ما يجي هي يعني اذا ما حد هم اي البيت ليش صلاح ولا اخو ما في يروح ايوه والله يلا يلا حبي احط لكم الهريس زين كلت هريس اليوم الظهر تغديت اليوم هريس لا غدا اول غدا فريد لا شو عيال بيت بيت في البيت شو تغديت ايش هريس الغدا والفطور ماشي يعني صايم انت ولا فاطر الله قريب اخ عليك يا صلاح تعلمت الكذب اشوفك تعلمت الكذب ليش اول انت ما كنت طالعني صاد منك ضبعه انت ضبعه زين شو وين سرت وين جيت بيت وين اروح بيت صليت المغرب بيت ماشي زين صليت المغرب بيت ادري انك صليت في البيت كم ركعه اربعه زين شكرا شركة لوزان تقدم لكم خصومات تصل إلى 50% على كافة العبايات الجاهزة بالإضافة إلى عروض خاصة على كافة تشكيلات العطور في جميع أفرع لوزان. خير الله يحفظكم الفيديو اللي حطينا لكم إياه مع شركة لوزان للعباية العطور عباياها مميزة شركتهم من الشركات القديمة دخلوا في مجال العطور من سنتين لو ثلاث ترتيب صناديقهم مميز للهدايا للي بيعطي واسعارهم وايد مناسبة وكل شيء كل إنسان وحلى كل مثل ما قالوا كل حجرة ولها أجرة كل سعر ولها سعر مناسب صناديقهم وافجة أسعارهم ومنتجهم زين وعبيهم ما يبالك كلام يعني عبيهم حدث ولا حرج وعندهم خصومات لين
فاتورات عليهم 30% والعبي توصل خصومات في الأوتلت إلى 75% للعبي الجاهزات. شيء عندهم أشياء جاهزة مميزة وزينة في الأوتلت اللي في العين. Thank you. Sorry. Which watch? For. Thank you. Dwarka? Yes, sir. How old are you? Now I'm 34. 34. Yes. ما شاء الله ما شاء الله. How old are you when you married? When I'm married? I married with 22. 22. Yes. They make a party for you? A wedding. Walla, wedding? Yes. Big wedding or normal? Big wedding with video with everything. Walla, where the video? You have it? No, I don't have it now. Please. Yeah, it's only the... What is that? That's Zaman. What is this? Not CD. Huh? Disc, the other one. Video. Yeah. But did they have it or not? No. So you don't have any video, small video? No, I don't have. Ya Allah. I have my old phone, but that one I desert everything. Allah yes. Country, the man, he give you the money to marry you or you give the man money? They are the one supposed to give to my mom. Huh? They are supposed to give to my family, to the, my parents. How much? In our country, never, the dower never finished. Even now they have to give. And even I die, they have to give. Wallah? Yeah. The rent is expensive. Subhanallah. Yeah. But because me, I don't have father, I don't have my... I have my mom, and I don't have good job, and my husband, he don't have good job. We understand each other. The small we get, we give to my mom. Alhamdulillah. Thank you very much. You're welcome. Thank you. اللي يتخبرون عن لهيومك أسد، هل إن هذا بس فقط للحمضيات؟ لا، أنا ما قلت للحمضيات، لجميع أنواع الأشجار، للنخل، للورد، لومي، لوز، أي مكان التربة فيه مش لا ترتقي إنها تكون مثل تربة التربة الزراعية اللي هي مثل الطمي اللي يوجد في مصر واللي يوجد بين النيلين في السودان والأراضي الخصبة وفي العراق. هذا هيومك أسد يخلي أرضك حتى لو في خس الأصباخ تغدي شرات تربة الأناطر. الأناطر عاد كأنها قوية، هي لك تخلي الجودة وايد عالية، تعبوي للورود وللشيار وللزهار ولكل شيء. فترة وضع هذا كل أسبوعين، كل 10 أيام، كل 20 يوم، كل شهر. أنك إن حطيت منه كل أسبوعين أو 10 أيام هذا رغم واحد، وإن حطيت كل شهر زين، وإن حطيت كل شهر ونص زين. ترى سعر الكرتون 60 درهم أو 50 درهم، 55 درهم. هذا الكرتون يسدك حق 200 شيرة، حق 200 شيرة يسد الكرتون الواحد، أو كرتونين يسد حق 200 شيرة، 100 درهم يسد حق 200 شيرة. فليش الواحد يستبخل على عمره؟ لا والله، حق النخل برس دور ما داير. بعد خاشوقة واحدة، خاشوقة أكل، هاي معلقة أكل هاي بس خاشوقة واحدة في بالدي ما وترش دور ما داير وتسقي عادي بالغمر. أنا في منطقة بين الجسرين، منطقة بين الجسرين، جيت زيارة خاصة عند شخصية مميزة، شخصية دكتور وحبي يعرفكم بعمره، يخبركم ها هو منو الرجال. هاي تفضل دكتور. انت معروف، انت صديق. لا انت احنا بون بيعرفون انت منو. انا ابو صبح، دكتور ايه؟ طاهر مصبح الكندي. والله مليون ونعم. يا مرحبا دكتور، تشرفت بشوفك. يا الله يحفظك وفرحت بهاليية وجينا وتدخلنا في هالمكان الفنان وتفاولت وتدخنت ويلس في هالمكان الغاوي هاليلسة اللي ترد الروح. سبحان الله. كيف حالك دكتور؟ والله بخير الحمد لله. كيف انت؟ عادة تربطنا علاقة صداقة من زمان. يا زينة من وقت. يا زينة من وقت هاك الوقت. الله يحييك. بخير الله يحفظك يا دكتور يبارك فيك. هاي فرصة طيبة نشوفك. احنا أنا والله اللي مبسوط بشوفك. يا مرحبا. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. ونحن دائما نقول لك هذا بيت بيتك. يعني تسلم يا دكتور ويحافظك ويبارك فيك، اطرح البركة يا مرحبا فيك وفي مصبح ويعود سالم غانم هو فريجه يا رب العالمين. ان شاء الله قلنا الله يا رب يعافيه ويعفو عنه، يعفو عن كل مسلم ان شاء الله. اللهم ان شاء الله. شكرا لك دكتور، ان شاء الله. شكرا على حسن الضيافه. مشكور. الله يسلمك.
يقولون عنه سراري والسراري، هذا السراري، هذا السراري اللي يطرونه لتطريح العرب والصيح، السراري هذا السراري. إيه هبنغال عادي، لا هذا السراري. بعد الحبية غير شو تحرها مخباط شوزن. إيه شابوي رويان من داودي، هذا هاي رويان من داودي اللي تشوفونه سراري تبارك الرحمن ما شاء الله. عمار 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 يا داودي عمار. وين داودي؟ من تشوفون يا التوقيت فوق 12 بتعرفون مكاني انا وي سيدي، نعرف المكان مره، ما يباله ما يباله كلام. هاي جماعه ياسين شاهد احتلهم ابوي، شاهد احتلهم ابوي دمبارة، حد يشجع الابيض حد يشجع الحمر. اي والله ما شاء الله. شو يستاهل ليفربول غصب؟ هذا ضيف شرف جاينا، هذا هذا ولد بن كردوس ابوه الاول مديري في الشغل في الجهاز، ما زر ملف في يمي الانذارات، وصديق ابوي وصديقه هلال. اخوه محمد. اي والله هذا ابوه، هذا ابوه، هذا خواره قبل النصرة ومومتم قبل كردوس. ويا خير ابوه مازر ملفي يميع الانذارات، ما قصر مازر ملفي منتفخ من كثر الانذارات في السير والجي. انا الصبح اتاخر شوي ونه، والظهر خلص دوام ترى الساعه 1:30 وانا ظهر الساعه 1. هي والله مشكله مشكله. مرحبا ابو عبد الله، هذا هذا الشيخ ساري، هذا الشيخ ساري، الشيخ ساري بن محمد بن سالم القبيسي، الشيخ ساري بن محمد بن سالم بالهادومة القبيسي. هذا عاد حطوه عطوه شيخة سويحان لأنه سمي يده ساري. نعم إيه وما ينضرب فارس شوي. هذا فارس ما ينضرب شوي عيد. إيه يا ربي هذا الرجال اسمه سالم حمد بن كردوس العامري، سالم بن حمد بن كردوس العامري. وينه؟ أحمد بن الشيبة مرزوق، عبد الله بن الشيبة، مش علي؟ علي بن محمد، نعم علي بن محمد المزروعي مليون والنعم. هذا ها هذا الحين شو هذا اللي ورا الحين، هذا هذا جايبينه حلاق، طلع حلاق وطلع طباخ وطلع مهندس ولا يدلل جبله وين مجبله الجبله، بس الا اسم مسلم، اسم مسلم، اسم مسلم ولا يدلل جبله وين مجبله. هذا ابوي هذا من الصلاحمه، هذا اخر انتاج الصلاحمه اخرهم، هذا اسمه يمعه بن مبارك بن يمعه بن صلهوم القبيسي، اما من قب فريح ايه من القبيسات، وابوه صلهومي ابوه من هلا الصلاحمه، عم حياة عوض بن صلهوم هذا اللي تشوفونه، هذا آخر إنتاج الصلاحمة، آخر إنتاج صلهومي هذا هو. يردون أبوي عروقهم من قاقة، هناك مقطوع سر يده في قاقة، ولا سر أبوه أبوي مقطوع في مدينة زايد. أنا لاحظ عليه أبوه واحد مش خاص، مش خاص، عم عبد الله بن صلهوم. نعم وأبوه مبارك بن يمع بن صلهوم هذا اللي تشوفونه، هذا الشيبة شيبة بن أحمد زين ركزوا، هذا هو هذا الشيب ابن احمد، وهذا اللبو، وحين هذا اللبو كم ولولة. يا سلام يا سلام يا سلام سبحان الله سبحان الله. هذا الاول، هذا الشبل من هذا الاسدي بيفور عند افتر. اي والله بيفور عند افتر.
هذا عقب ما طاحت من هرطوط. طاح خالي محمد يوم كنا صور فشار خقر. تبدأ الزو والله بوك شوف لن نطالب. قول له شو اسمك؟ هذا رياض من سعيد. من سعيد صبر. هذا الرجال منو؟ وين هذا؟ عبد الله بن صانم بالضحاك المنصوري. والنعم. والنعم بحالك. وهذا الفنان. وهذا؟ هذا حميد بن راشد بالعطشان المنصوري. الكعد. مليون ولد. يموتون على الكعد على البحر الحين يدخلون عليه. تبارك الرحمن. وهذا اصبر هذا الرجال منو؟ وهذاكي؟ عبد الله بن مبارك. وهندي المنصوري. دولار. اكبر صيدة شنعد. ايه صيدة اللوخذة. ايه. نعم. اليوم كان العشاء حل على العيوش اللحوم. احنا انا ما رمس عنها. ارمس عن الشيء المميز. المميز الله يحفظكم فوقة سجل. سجل عود. ومقلع شنعد وصافي مقلع وعيش ابيض. اي نعم. لذ ما يكون في الدنيا العود هو المشبوس السجل فوقه سجل لا صارت ولا استوت الشيبه. كان عنده منو صايد انها مالت اليوم؟ مالت اليوم انا ابو صايد انها صايد انها يمكن هذاك الرجال. وين منها؟ عمد هو ها؟ يعك تسلب يعك تسلب بياضوي ليخ يا بعده والله يسعى والله تنعك سجن. وين عاده؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا انت ها؟ هذا انا والشيبه. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلي صدوم مثله ما بكفو يجيبونا باللف باللف اللف ما في فايده. واصه واصه حياري ما شاء الله عليك. البحر يبريد ما يبالوح. حلو صيدوا الخباط هذا وشو؟ حرام والله حرام. خلي يصبر حرام. حد يصيد خباط؟ صيدونها بتغدي هالنمونه حرام. الخباط وخالد الصيد لازم يمنعونه.